ولكن يعني بعد نقاشات طويلة أنا قلت للسيد بوغدانوف بصرف النظر إذا كان يعني خليني أسلم معك أن المعارضة منقسمة على نفسها والمعارضة مجزأة والمعارضة يعني لا يمكن الوثوق فيها لحتى تتحمل مسؤولية حكم سوريا. نحن ما بدنا نحكم سوريا، طيب بس بنفس الوقت النظام لا يمكن أنه سوريا يعني تشوف معه مستقبله، لا يمكن أنه يقدر يعيد سوريا إلى الحياة ويعيد المصالحة الوطنية واللاجئين والمهجرين ويعيد نفسه إلى المسرح السياسي الإقليمي والدولي. طيب ما رأيك أن يكون هناك بالمرحلة الانتقالية مجلس عسكري؟ لأنه معلش لو طولت عليك أنا بهي النقطة، لأنه المشكلة الأساسية هي بالفترة الانتقالية، لأنه وثيقة جنيف تتحدث عن مرحلة انتقالية يحكمها جسم حكم انتقالي مؤلف من المعارضة والنظام، وعلى ما يبدو أن هذا يعني فخ عمل لحتى يستمر هذا الصراع، لأنه أثبتت الأحداث والسنوات وكل جولات المفاوضات الكبيرة سواء السياسية أو الدستورية أثبتت على أنه لا يمكن على الإطلاق إقامة هيئة الحكم الانتقالية هي. فبالتالي يعني ليه ما نلجأ للمجلس العسكري؟ وأنا ردي على الأستاذ بدر الدين هون هي النقطة المهمة. أولا يعني مثل ما تفضل هو، أنا قلت مجلس عسكري يحكم سوريا في مرحلة انتقالية، بس هذا الكلام له كمالة. في مانديت المجلس العسكري عن مفوض بمهام واضحة جدا، وهي التطبيق الكامل للقرار 2254 بكل مدرجاته، سواء إطلاق سراح المعتقلين والبحث في قضايا المفقودين، القضاء على الإرهاب، إعادة سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني السوري، الحفاظ على وحدة سوريا، الحفاظ على مؤسسات الدولة، إجراء المصالحة الوطنية، وتجهيز البلاد من خلال دستور جديد وقوانين انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وإجراء هذه الانتخابات. ثم بعد ذلك الأشخاص المنتخبين هن اللي بيحكموا سوريا، والرجال الجيش بيعودوا إلى سكناتهم وإلى واجباتهم الدستورية في حماية الوطن والدفاع عنه والحماية النظام الديمقراطي الوليد الجديد في سوريا اللي كلياتنا نتمناه. فما المجلس العسكري رح يحكم سوريا بلا أجندة وبلا اتفاق وبلا التزامات؟ لا طبعا في اتفاق وفي التزامات، بس لأني أنا قعدت في فبراير التذكير بهذا الاقتراح لأنه إحساسي كان من 4 سنوات أنه هذه المفاوضات هي فقط للتغطية على استمرار الصراع في سوريا، وهذا الصراع في سوريا لا يمكن حسمه عسكريا، ومما يؤدي الحقيقة إلى وجود تهديد جدي بتقسيم سوريا. يعني أنت شوف اليوم مناطق النفوذ بسوريا، هذا بصير يعني تقسيم ديفاكتو اللي موجود الآن، خاصة إذا استمر. طيب. فبالتالي من الضروري جدا إيجاد أفكار جديدة من خارج الصندوق، طالما أنه ما في إمكانية للتفاوض السياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالية، وما في إمكانية لحسم عسكري، فليش لحتى ما نلجأ إلى أفكار جديدة منها المجلس العسكري؟